السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع إيمان فتيان. بإذن الله تعالى الفيديو بتاعنا هيكون عبارة عن تطريز العيون للعروسة المحجبة بتاعتنا. بس حابة يعني أقول معلومة أو ملحوظة، بترون الجسم ده يا بنات متاح للطلب عن طريق موقع إتسي، أو اللي حابب إن هو يشتري بترون الجسم فقط يقدر يتواصل معايا وان شاء الله يعني يشتريه. اما اللي حابب ان هو يستخدم اي باترون تاني موجودة عندكم في القناة، باترونات كتير اتمنى تستفيدوا منها. وبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ مع بعض الفيديو بتاع التطريز بتاعنا. انا هنا في الباترون بتاعي هعمل التطريز قبل الحشو، قبل ما اكمل الراس بتاعتي، فهستخدم فهخلي الراس مفتوحة كده و هشتغل على هشتغل التطريز قبل ما نحشي. تمام، دي كده ادوار الثبات بتاعتي. هستخدم ايه للتطريز بتاعي؟ هستخدم خيوط الخياطة العادية الموجودة في البيت، او خيوط دارلون كانت عندي، خيوط تطريز دي برضو استخدموها، المتاح عندكم استخدموا. وهستخدم الكماشة دي علشان بتسهل لي الابرة يعني وانا بشتغل. تمام، ودلوقتي هستخدم الإبر دي لتحديد الأماكن بتاعة العين بتاعتي. تمام، هجيب الراس بتاعتي دي كده أدوار الثبات عندي. أنا يا جماعة يعني من عادتي وكده إن أنا العيون دي دايما بحددها بالنظر، أنا حابة أعملها فين. بسم الله الرحمن الرحيم هبدأ كده أجيب الإبر بتاعتي. وهنا أدوار الثبات، من هنا بتبدأ أدوار الثبات. 1 2 3 4 5 6 7 8 الطريقة دي. هبدأ أحط الدبوس بتاعي وأجيب الدبوس التاني. هسيب المسافة مسافة تقريبا 1 2 3 4 5 6 7، وهدخل في الغرزة اللي هي التامنة دي. تمام، ده كده هنا هبدأ أعمل البؤبؤ بتاع العين بتاعتي، هعمله باللون الأسود. تمام، واللون ده هستخدمه كلون للعين. هجيب اللون الأسود بتاعي وأبدأ أدخل فيه، هبدأ أدخل في مكان الدبوس كده. وعين الدبوس وهبدأ أعبي المربع ده. نبدأ أعبي المربع بتاعي ده كده وحواليه كمان. يفضل تستخدموا إبرة أرفع من دي شوية، علشان أنا هنا مستخدمة العروسة بتاعتي عاملة بالفوريفر اللي هو أرفع من الديفا، وحجمها بالفوريفر 18 سنتي، فبالديفا هيطلع معاكم الحجم أكبر يعني ممكن 26 سنتي ولا حاجة. تمام، بسم الله كده هبدأ أعبي النقطة زي ما قلت لكم. بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو. بسم الله، هبدأ اوسع المجال بتاعي شوية
يعني النن بتاع البق بتاع العين بتاعي يبقى اكبر من كده كمان. تمام، ابدأ اشتغل بالطريقة دي كده. بسم الله. وفي النقطة التانية برضو في العين التانية أبدأ أعمل بنفس الخطوات كده. تمام، يا رب يكون واضح عندكم. فهكمل العين بتاعتي دي كده واعمل التانية وارجع لكم في النقطة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما خلصت التطريز بتاعي بالشكل ده، عملته على 4 غرز تقريبا كل عين، علشان ده يعني رفيع، الغرز هنا رفيعة. تمام، هاجي اجيب كده اللون اللي هو هتعمليه للعين بتاعتك. انا هنا اللون عسلي كده، ابدا اجيب وابدا اشتغل. حول العين الطريقة دي. بسم الله. نبدأ أشتغل حوالين كده العين بتاعتي. الطريقة دي تمام، انا هشتغل حواليها كده بنفس الطريقة ونرجع مع بعض للخطوة اللي جاية. اكون عملت العين التانية يعني، وابدأ اشتغل مع بعض النقطة الجاية. تمام، كده بعد ما خلصت التطريز بتاع اللون بتاع العين بتاعتي، هجيب هنا اللون الأسود وهبدأ أحدد مكان العين. طبعا لسه باقي الأبيض اللي هنعمله حول العين.
بالشكل ده. طبعا العين عندي مش طالعة لسه مظبوطة علشان هي لسه مخلصتش، يعني لسه الفينش بتاعها مخلص. تمام، هبدأ أعمل نفس الحركة في العين التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما خلصت العين بتاعتي دي انا عملتها، هوريلكوا دلوقتي. عملت عبيت من الابيض من هنا ومن الناحية التانية اللي هي الحرف بتاع العين بتاعنا بالشكل ده. هبدأ أدخل الأبيض بتاعي كده، لقيت معبي المنطقة دي. بالشكل ده كده وابدا اعبي المنطقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بعد ما طرست العيون بتاعتي الاتنين، جيت بالوان الاكريليك او الالوان القماش اللون الاسود، وعملت على النين من فوق كده، دمجته مع الخيط اللي هو الفاتح اللي احنا عملناه، تمام، علشان يديني كده بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامنا ده. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي نعمل الحواجب بتاعتنا، ممكن تعملها باللون الاسود او لون بني، درجة من درجات البني. هبدأ ادخل كده، الخيط بتاعي طلع اهو، وابدأ اشتغل في النقطة دي اللي هو 1 2 3. هنزل سنة كده درجة تحت واطلع عند الثلاث غرز اللي انا عملته. تمام، كده وعند العين التانية ابدأ اعمل نفس الخطوات. طبعا عشان لسه مش حاشية الراس فتحس الشكل يعني ملخبط، واحد اتنين تلاتة.
تمام بالشكل ده. ده كده الحاجب بتاعنا. نيجي بعد كده نعمل الانف. الانف هنعملها في المنتصف تحت هنا الخط بتاع العين بتاعي اللي هو اول سطر تحت العين، هنشتغل في تاني سطر في النص كده وابدأ ادخل الخيط بتاعي نفس درجة البشرة وادخله بالشكل ده. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. كده بعد ما عملت الأنف أنا عملته يعني نفس الطريقة المعتادة اللي متعودين عندي بالقناة، بروح واجي على نفس الخط كده كذا مرة. دلوقتي هنعمل الابتسامة بتاعتها. هجيب الخيط الأبيض وأبدأ أنزل تحت الفم بتاعي كده تحت الأنف، معلش، تمام، وأسيب واحد اتنين تلاتة أربعة وأدخل هنا كده زي ما واضح كده. امشي كذا مرة الطريقة دي. بالشكل ده كده. واجيب معايا بقى اللون اللي هو لون اللون بسم الله الرحمن الرحيم، اللون بتاع الشفايف. هجيب الخيط بتاعي اهو وابدأ ادخل بسم الله كده. نشد الخيط كده شوية عشان يحدد لي اكتر. بعدين ننزلها تحت كده
زي ما انتوا شايفين كده الابتسامة بتاعتنا. ممكن تزودوا خط كمان تحت جوه تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاجة كمان أخيرة علشان نظبط العين بتاعتنا، هنجيب الفرشة، هجيب اللون الأبيض بتاعي ومعايا فرشة المفروض رفيعة خالص. بسم الله، وأبدأ أحدد اللي هو النن بتاع العين أو الإضاءة بتاع العين. تمام بالشكل ده. وعايزه اظبط الحاجات دي لما اقفل الراس حلو واحشيها، بس حبيت اوريكم الطريقه يعني. تمام، ده كده شكل التطريز بتاعنا. ممكن تضيفوا لها رموش برضو بالخيط. تمام، يا رب الفيديو يكون بسيط وسهل بالنسبة لكم وتكونوا استفدتوا منه وتقدروا تطبقوه وتنفذوه ان شاء الله. هستناكم في فيديو جاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.